بسم الله الرحمن الرحيم إخوان الطلبة أخوتي الطالبات السنة الثالثة ثانوي الذين يجتازون باك 2022 أقدم لهم تمرين فيما يخص نظام تعداد تمرين آخر وهو الضرب لعددين في نظام أسه أربعة. انتبهوا مليح. النص تاع التمرين هلا. انجز جدول الضرب في نظام ذو الاساس 4 ثم انجز العمليه التاليه 3223 الضرب 123. نبداو نملاو هذا الجدول. عندك نبداو بهذه صفر في الصفر. إذن الصفر في النظام مضروب في صفر هو صفر. اكتبوا صفر. صفر في الواحد هو صفر. صفر مضروب في اثنين وكذلك صفر. صفر مضروب في ثلاثة وكذلك صفر. إذن عندنا الأسفار في هذا القناة. واحد في الصفر، واحد في الصفر هو كذلك صفر. واحد في الواحد هو واحد، واحد في الواحد هو واحد. واحد في اثنين، واحد في اثنين هو واثنين. واحد في ثلاثة هو ثلاثة. انتقلوا واحد الواحد في هنا اثنين اثنين وثلاثة. اثنين في الواحد في الصفر، اثنين مضروب في صفر وصفر. اثنين مضروب في الواحد هو اثنين. اثنين في ثلاثة، اثنين في اثنين اثنين في اثنين هو ربعة، ولكن ربعة لازم نشوفوا في النظام أسس ربعة وش يمدلنا. لهنا ربعة نقسمو على ربعة، واحد في الربعة صفر، واحد نقسمو على ربعة صفر يبقى لنا واحد، إذن عشرة. ولهنا واحد في ثلاثة، اثنين في ثلاثة هو ستة. اثنين في ثلاثة ستة، وستة في النظام ذو الأسس أربعة هو 12. هنا إذن عشرة، لهنا 12. ثلاثة في صفر صفر، ثلاثة في الواحد ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة 12. وثلاثة في ثلاثة تسعة، إذن ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثلاثة في ثلاثة هي وشن هي؟ عندك تسعة نقسمها على أربعة اثنين تبقى لنا واحد، اثنين نقسمها على أربعة هي صفر تبقى لنا اثنين، واحد وعشرين. هنا على حسب الطريقة، هذه الطريقة اثنين اثنين واحد وعشرين، واحد وعشرين. نبدأ باثنين، اثنين واحد وعشرين. عشرين في النظام دائما ذو الأساس أربعة.
دوك ننتقلوا الى الضرب. في 3223 مضربة في 123. نبدأ. ثلاثة في ثلاثة هي تسعة، ونعرفه تسعة وش مدتنا في الجدول، إن ثلاثة في ثلاثة هي 21. نكتبوا واحد، نكتبوا واحد هي 21 على حسب الجدول، ونحتفظوا باثنين، نحتفظوا باثنين. وش مدنا لهنا؟ اثنين واثنين واثنين، لا اثنين في اثنين، رانا لهنا ضرب، تفهموا مليح. اثنين في اثنين هي اربعة، نزيدو نضيفو لها اثنين، اربعة واثنين صافي ستة، وستة ستة هي اثناش. ستة في الأسس أربعة هي اثناش، نكتبو اثنين ونحتفظ واحد. لا عندك اثنين في اثنين هي اربعة، ولا نزيدوها ستة، ستة ناقص اثناش. اثنين في اثنين هي عشرة، هي كيفاه؟ عشرة زيدوا لها اثنين، قلنا اثنين في اثنين هي عشرة، اكتبوا عشرة. اثنين هي عشرة، ده اثنين في اثنين هي أربعة، هوك العدد ذا الأسس أربعة هي عشرة، نحتفظ بواحد. اثنين في الواحد هي اثنين، نزيدو لها الواحد توفي ثلاثة، شيء كذا مرة. ثلاثة في هذا تسعة، قلنا 21، نكتب واحد ونحتفظ بواحد. ثلاثة في اثنين ستة، ستة في الواحد سبعة. ثلاثة في اثنين هي ستة، ونزيد لها واحد هي سبعة. قلنا ثلاثة في ثلاثة هي تسعة، تسعة تسعة، ثلاثة في ثلاثة هي تسعة، دونك 21. نحتفظ اثنين، نكتب اثنين. ثلاثة في اثنين ستة، وزيد لها اثنين صفحة ثمانية. ثلاثة في اثنين هي قلنا 12، زيد لها اثنين، ثلاثة في اثنين هي ستة، زيد لها اثنين هي ثمانية، ثمانية هيك،
صفر عشرين، نكتب صفر ونحتفظ باثنين. ثلاثة في اثنين ستة، ونزيدو لها اثنين صافي ثمانية، دونك عشرين، نكتبو صفر ونحتفظ باثنين. ثلاثة في ثلاثة تسعة، ونزيدو لها اثنين صافي قداش؟ حداش. حداش نقسمو على ربعة واش يمدلنا؟ عندك ثمانية من الحداش قداش يبقاو؟ يبقاو ثلاثة، وهذه نقسموها على ربعة هي اسمها صفر، يبقى لنا اثنين. اثنين ثلاثين، اثنين وثلاثين، لأن رانا دايما في هذه الخطة هذي. بعد نولي اثنين، اثنين نضربها في ثلاثة ستة، نعرفوا ستة في الأسس أربعة هي عندنا اثنين في ثلاثة هي اثناش، نكتبو اثنين ونحتفظ بواحد لهنا. اثنين في اثنين ربعة، والواحد خمسة، خمسة نقسمو على ربعة حداش، ندير واحد حداش، نكتب واحد ونحفظو نستحفظو بواحد احتفاظ بالواحد. قلنا اثنين في اثنين هنا ذاك، اثنين ثلاثة هذه هي، اثنين في ثلاثة أربعة، بعد اثنين في اثنين أربعة، أربعة والواحد اثنين في اثنين أربعة والواحد خمسة، حداش ثاني كذلك ونحتفظ بواحد. اثنين في ثلاثة ستة، ستة في الحالة نتاع أسس أربعة هي اثناش، هي عشرة. اثنين في ثنية هي اثنين في في ثلاثة هي ستة، ونزيدو لها واحد هي سبعة. سبعة واش يمدلنا؟ تلطاش. لهنا سبعة في الأسس أربعة، يعني في نظام الأسس أربعة هي تلطاش. لهنا حداش، لهنا عشرين، لهنا ثلاثة وعشرين. اثنين وثلاثين، ثلاثة وعشرين، ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين لأن واحد، واحد واحد نضربوه في ثلاثة يسمى ثلاثة. واحد نضربه في اثنين هو اثنين، واحد نضربه في اثنين هو اثنين، واحد نضربه في ثلاثة هو ثلاثة. ألار نجمعو، عندك نجمعو واحد اثنين
واحد وثلاثة قداش؟ وربعة، أربعة واحد وثلاثة هم لنا، واحد في ثلاثة هو واحد وثلاثة هو ثلاثة. واحد ثلاثة في أربعة، أربعة أربعة في النظام أربعة وعشرة، دونك صفر ناقص واحد، ثلاثة وثلاثة ستة، وواحد سبعة، سبعة في النظام. ثلاثة سبعة في النظام أسس أربعة هو ثلاثة، نكتبو ثلاثة نحتفظو بالواحد. عندك ثلاثة واثنين خمسة، خمسة واثنين سبعة، واثنين ثمانية، ثمانية عشرين. دونك نكتبو صفر ونحتفظ باثنين، تولي أربعة واثنين ستة، ستة في نظام ربعة أسس أربعة هو عشرة، هو ستة هو اثناش. ده ستة ربعة واحد اثنين ربعة صفر واحد اثناش، تشوفوا لهنا اثناش، لهنا عشرة. إذن هاكم تشوفوا لهنا هذه هي النتيجة، النتيجة ثلاث ميتين وثلاثة وعشرين مضروبة في واحد مئة ثلاثة وعشرين تساوي تساوي مليون ومئتين ألف، مئتين ألف وثلاثة آلاف وواحد وعشرين في النظام، على في نظام ذو أساس أربعة. هذه هي النتيجة المطلوبة. نعود هذه العملية، هذه شوية صعبة، نعودها. أولا عندنا 3223 ضرب 123، نبدأ 3 في 3 هي 9، 3 في 3 هي 9، 9 في النظام ذو أساس 4 هي قداش؟ هنا شفناها في الجدول، 3 في 3 هي 21، هاي 21. كي تعود 21 نكتب الواحد ونحتفظ باثنين، بعد ثلاثة في اثنين ستة، واثنين هذوك اللي احتفظنا بها صافي ثمانية، وثمانية في النظام ذو الأساس أربعة هو عشرين، نكتب صفر ونحتفظ باثنين، ثلاثة في اثنين هي ستة، ستة واثنين ثمانية، ثمانية في الأسس أربعة هي عشرين، شوفوا نكتب صفر ونحتفظ باثنين، ثلاثة في ثلاثة هي تسعة، ونزيد لها اثنين صافي حداش، حداش في النظام ذو الأسس أربعة هي كم تشوفوا ثلاثة وعشرين، ثلاثة وعشرين هاي ثلاثة وعشرين. نبدأ ثاني، اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة اثنين في ثلاثة هي ستة، ولكن تجور في النظام اثنين في ثلاثة قلنا اثناش، نكتب اثنين ونحتفظ بواحد، اثنين في اثنين أربعة، أربعة
2 في 2 4 والواحد 5. الخمسة في النظام أسس 4 هي 11، نكتب واحد ونحتفظ بواحد. 2 في 2 4 ونحتفظ بواحد هي 5 11، هذا لكنا واحد ونحتفظ بواحد. 2 في 3 6 وواحد 7 هي 23 11 هي 13 هاي. 2 في 3 هي 6 وواحد تاع الاحتفاظ تمدنا 7. 7 في النظام ذو الأساس 4 هي 13، نكتب 13 هاي 13. نولي الواحد، الواحد في 3 هي 3 نكتبها. 1 في 2 هي 2، 1 في 2 2، 1 في 3 3. نجمع هذه الواحد و2، 1 و3 4 هي 4، ولكن في نظام ذو الأساس 4 هي قداش؟ هي 10، نكتب الصفر ونحتفظ بواحد. تولي لنا 1 و2 3 و3 6 والواحد 7 هي 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. إذا تولي 3 و2 5 و2 7 والواحد 8. 8 في الأسس 4 هي 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2. 1 و3 هي 4، 4 و2 6، 6 في النظام ذو الأساس 4 هو 12، نكتب 12. هذه هي النتيجة، والسلام عليكم ورحمة الله.